الانفلات الأمني يعود إلى عدن بعد سلسلة اغتيالات استهدفت إحداها المسؤولة المالية في الهلال الأحمر التركي الذي أصيب بجروح بليغة. عودة الاغتيالات هذه تأتي في الوقت الذي يرفض فيه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً السماح لمدير الأمن الجديد التابع للشرعية باستلام مهامه وضبط الأمن في المدينة التي تخضع حالياً لسيطرة قوات وفرق اغتيال تابعة لدولة الإمارات. الخارجية اليمنية وفي معرض ردها على ما جرى أدانت العملية التي استهدفت موظف الهلال الأحمر التركي في العاصمة المؤقتة، مؤكدة قيام الجهات المختصة بمتابعة القضية وملاحقة الجناة. من جانبها قال بيان الخارجية التركية إن الهلال الأحمر يتواجد في عدن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يواجه إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، منددة في الوقت ذاته بالهجوم المسلح الذي استهدف أحد مواطنيها، داعية إلى ضرورة القبض على مرتكبي الهجوم. لم تمض ساعات على محاولة اغتيال المسؤول التركي في عدن حتى سجلت الأجهزة الأمنية عملية اغتيال جديدة كان هدفها هذه المرة ضابط أمن يعمل في القطاع الخاص يدعى ناصر الجعدني، حيث اعترضه مسلحون مجهولون كانوا على متن دراجة نارية وأطلقوا النار عليه في تقاطع حي الكثير في مديرية المنصورة. إذن تعود حركة الاغتيالات مجدداً في عدن على الرغم من تعهدات الحكومة والتحالف السعودي الإماراتي بإخراج المسلحين التابعين للمجلس الانتقالي منها وفق ما جاء في اتفاق الرياض، وهو الأمر الذي يضع شكوكاً كثيرة حول إمكانية تحقيق ذلك حتى الآن.